إذا متابعي جمعية الرحالة اللي هو المشي بطنجة، ننتظر دقيقتين ونبدأ اللقاء مع أستاذنا إن شاء الله. إذا على بركة الله نبدأ هذا اللقاء. إذا نرحب بجميع متتبعي وأعضاء جمعية الرحالة اللي هو المشي بطنجة في هذه الأمسية من لقاءات رحالة لايف، والتي نستضيف فيها مجموعة من الضيوف المتميزين في عالم الرحلة والسفر. ولقاؤنا اليوم سيكون أيضا عن المشي، ولكن من باب التاريخ. ومعنا يحضر الأستاذ عدنان أجنة، وهو أستاذ في جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، وهو أستاذ باحث في ومهتم بتاريخ منطقة شمال المغرب، وهو أيضا صاحب أول دراسة عن تاريخ منطقة بليونش والمعنونة بعنوان سبتة وبليونش، دراسة في التاريخ والحضارة. إذا لا بد للمشاء يعني من بديهيات المشي أنه يحمل معه زاد المعرفة بالمكان والزمان الذي يتواجد فيه. والآن هذا ما سيحيلنا عليه الأستاذ عدنان أجنة، يعني سنرافقه في رحلة تاريخية عبر منطقة بليونش، والتي تتميز بوجود جبل موسى الشامخ والغني عن التعريف. إذا نبقى مع عرض الأستاذ عدنان ليتفضل. مشكور. شكرا لكم سي أنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورمضان مبارك سعيد لمن هو حاضر معنا ولمن سيلتحق بنا من أعضاء المجموعة الكرام وباقي الإخوة الذين سيلتحقون. أشكر الجمعية على هذه الالتفاتة، جمعية هواة المشي بطنجة، على هذه الالتفاتة الكريمة والطيبة في هذا الشهر المبارك الفضيل. وهي التفاتة جاءت في وقتها، في وقت صدور هذا الكتاب وتردد كثير من أعضاء هذه الجمعية على منطقة بليونش وعلى جبل موسى بالخصوص. طبعا ماذا يعني أن العنوان الذي اقترحته الجمعية لهذه الأمسية، لهذه المحاضرة في هذه الأمسية، وهو المشي في تاريخ بليونش؟ يعني مسألة أساسية بالنسبة لهواة المشي، وهو أن هذا الماشي الذي يمشي ينبغي أن يكون عنده زاد ثقافي ووعي بالماضي وبالمكان الجغرافي الذي يسير فيه. هذا الوعي الذي يرتبط بالسعي، هو يمشي ويسعى، ولكن سعيه مرتبط بوعيه، لا يسير سيرا عشوائيا، سيرا تلقائيا، سيرا لا يعرف الهدف منه ولا الغرض، وإنما يسير بوعي بتاريخه ووعي بتراثه الماضي من أجل بناء أيضا وعي مستقبل وحاضر. والمشي في التاريخ هو بصعوبة المشي الحقيقي كما يقال، لأن كما أن الذي يمشي مشيا يبذل جهدا، وهذا الجهد يشترك فيه جميع عضلات جسمه كما يقال، فكذلك المشي في التاريخ. المشي في التاريخ ليس طرفا فكريا ومسألة ثقافية ترفيهية، وإنما هو أيضا يحتاج إلى جهد، إلى إعمال نظر، إلى بحث، وإلى تنقيب، وإلى انتقال من مراحل زمنية مختلفة يعيشها الذي ينتقل هذه الذي ينظر في هذه المراحل الزمنية، يعيش في كل مرحلة ويحاول أن يستحضر كيف كان أهل تلك المرحلة وكيف كانت المنطقة في تلك المرحلة.
فإذا لا يمكن يعني لا نبالغ إذا قلنا بأن المشي في التاريخ هو في صعوبته يوازي المشي الحقيقي الواقعي. المشي في التاريخ ليس نظرا إلى الوراء، لأن المشي لا يلتفت، المشي ينظر أمامه. ومعنى أنك تمشي في التاريخ لا تلتفت إلى الوراء، فإذا التفت إلى الوراء قد تسقط لأنك لا ترى إلى الأمام. وإنما المقصود بالمشي في التاريخ هو استحضاره من أجل استبصار الطريق إلى الأمام. نحن عندما نمشي في تاريخ بليونش، وبليونش هنا نستحضرها كمثال على أساس أن أرض المغرب المباركة كلها تاريخ وكلها حضارة، وحيثما مشينا فيها سنجد الذكريات التاريخية شاهدة أمامنا في كل أينما نظرنا وأينما ارتحلنا. فالمشي في التاريخ عندما نستحضر هذه القيم وهذه الذكريات التاريخية وهذه المعلومات التاريخية، ونحن نتنقل في المناطق، في مناطق المغرب بين جباله وسهوله، نستحضر هذه القيم من أجل أن يعني هي تعطينا قوة وتعطينا حافزا وتعطينا مددا للمشي. وهذا المدد هو المحفز الأساس الذي يجعلك تقطع الأشواط الكبيرة والمراحل الكثيرة في المشي. يحفزك هذه القوة التاريخية إن صح التعبير، وهذه الذكريات التي تجعلك ترتبط تاريخيا بمن مضى. لأننا لسنا أول من جاب هذه المرحلة، وإنما كان هنا قبلنا أمم وأجيال سبقنا إلى الدنيا، فلو عاش أهلها منعنا بها من جيعة وذهوب. فهكذا يعني نسير على خطى الأوائل، وسيأتي بعدنا أيضا من سيسير على خطانا. إذن قضية الوعي الثقافي الذي ينبغي أن يكون عليه الماشي في الحقيقة هو وعي ينبغي أن يستحضره كل من يمشي في هذه المناطق، خصوصا المناطق التي لها إشعاع تاريخي قديم. من المسائل التي يمكن أن نتحدث عنها ونحن نتحدث مع أعضاء جمعية المشي أنهم بهذا العمل وهم يمشون هم في الحقيقة يسيرون على خطى الرحالة الأوائل. لأن عندما كنت أنظر في تاريخ بليونش، الإفادات التي أفادتنا عن تاريخ بليونش في الأساس هي إفادات الرحالين الذين ساروا في هذه المنطقة قبل 1000 عام وزيادة. يعني هذه الإفادات المهمة التي تقدم بها أشخاص كانوا أيضا يسيرون في الأرض، يمشون ولكن يحملون هدفا واضحا، فسجلوا معطيات معينة وسجلوا إفادات ميدانية في المناطق التي مروا بها. هذه الإفادات الميدانية هي التي أصبحت فيما بعد تاريخا، وأصبحت فيما بعد وثائق تاريخية. عفوا. وهنا يمكن أن ننبه على أمر، وهو أن الذين يمشون الآن يمكن لهم أيضا أن يقوموا بالعملية نفسها، فهم ليسوا مستهلكين للتاريخ فقط يسمعون المعلومة التاريخية وينطلقون في الاستكشاف الأماكن التاريخية، هم أيضا يتحملون جزءا من المسؤولية، من مسؤولية تأكيد هذه المعلومات. عندنا معلومات تاريخية تحتاج إلى تأكيد، عندنا مثلا معلومات تاريخية تحتاج إلى معاينات ميدانية. الذين يسيرون الآن في يعني حتى في بليونش كثير من المعلومات تحتاج إلى التأكد، لا يمكن أن تتأكد إلا من خلال المعاينات الميدانية التي يقوم بها المشاة. فالمشاة قديما يمكن أن نذكر مثلا ابن حوقل، وهو عالم من علماء المسالك والممالك يعني الجغرافيا القديمة. هذا رحل من بغداد حتى وصل إلى بليونش، وهو في رحلته الطويلة هذه كان يدون، يسجل المعلومات، يسجل المدينة التي يدخل إليها، أهم الصناعات التي توجد فيها، أهم الأشياء المميزة في هذه المدينة، مناخها، جوها، عادات أهلها، وهكذا ينتقل بين كل مدينة ومدينة إلى أن وصل إلى بليونش وأعطانا إفادات تتعلق بهذه المدينة. هذه الإفادات تقريبا عمرها 1000 عام الآن، أصبحت لها قيمة تاريخية كبيرة. كذلك محمد بن يوسف الوراق، ابن بطوطة الذي تعرفونه، كل هؤلاء الرحالة الذين هم يعني بعضهم تخصصه التاريخ وبعضهم تخصصه الجغرافيا وبعضهم تخصصه المشاركة في مجموعة من الفنون، هؤلاء الرحالة قاموا بعملية يعني عظيمة عندما دونوا هذه المعلومات التي أصبحت لها قيمة تاريخية كبيرة. كذلك نحن الآن عندما نمشي في هذه الأماكن من المهم جدا الانتباه إلى ما نعاينه
يعني فقط لا نكتفي بالرحلة أو بالخرجة الترفيهية والاستكشافية. صحيح أن المعلومات التاريخية يعني تعيننا على تبصر الأماكن التي نسير فيها، ولكن أيضا المعلومات التي يمكن أن نسجلها قد تفيدنا كثيرا في التعرف على مزيد من هذه الأماكن. مثلا بليونش يقول الأنصاري في اختصار الأخبار بأن لها طريقان، أحدهما جبلي والآخر بحري. الطريق الجبلي يقول بين جبلين، يمر بين جبلين. وإذا استحضرنا صورة جبل موسى من بعيد، ما يسمى بالمرأة النائمة، فإنه عند النظر عند عنق هذه المرأة هنا في ذلك الفج، هناك يبدأ المسار الذي يصل يعني يذهب إليه من كان قاصدا إلى طنجة أو من كان آتيا من طنجة في اتجاه سبتة. هذا المسار الذي يتحدث عنه الأنصاري ومسار قديم، مسار قديم. المعاينة الميدانية والمشي فيه وأنت تستحضر أنه كان هو المسار الذي يصل إليه كل من زار مدينة سبتة، وتستحضر أيضا أنه كانت تمر فيه القوافل، يعني تمر فيه الخيول، تمر فيه العربات، تمر فيه قوافل التجار، يعني كان مسارا مستخدما بكثرة. تستحضر هذا الماضي وأنت تسير فيه، وتحاول إسقاط تلك المعلومات التاريخية على هذا المسار. قد ترى أحيانا هل كان فعلا مسارا مناسبا، قد يكون هناك مسار آخر يقصده الأنصاري إذا تعرفه من خلال المعاينة الميدانية، خصوصا إذا كان هذا المسار الذي هو عند الفج عند عنق المرأة، هذا الفج الذي عند عنق المرأة، إذا كان المسار ضيقا هناك قد تتساءل كيف كانت تمر القوافل هنا، وكيف كانت يمر مئات من الناس وهم يقصدون مدينة سبتة من خلال بليونش. إذن هذه المسألة كما قلت لكم، المعاينات الميدانية للمعلومات الجغرافية الواردة في كتب التاريخ وغيرها، هذه كلها أمور أساسية تجعل الماشي أيضا يقدم ويسهم بمعلومات ميدانية دقيقة. وأذكر أيضا أن سي زهير، كنت أيضا سي نوفل، وأيضا كلكم تعرفونهم، سي حفيد كذلك، ومرحبا بمن هو حاضر معنا منهم، أذكر أنني كنت طلبت منهم أن يسيروا في المسار القديم لبليونش حتى نكتشف يعني مدة هذا المسار، ومن أين كان يمر من وادي المرسى إلى بليونش، حتى نعرف أو نقترب أيضا نقترب من التصور أو من المعلومات التاريخية القديمة. لأن المعلومات التاريخية تبقى معلومات كتابية تؤكدها المعلومات الميدانية، هذه المعلومات الميدانية قد لا يتسنى لكل أحد الوقوف عليها. فكنت أسألهم أيضا أن يذهبوا أجل أن يقفوا على هذه المعاينات الميدانية وأن يخبروني بما هو في الواقع. كذلك جبل موسى الذي أيضا تترددون عليه كثيرا، هذا الجبل العظيم الذي ينسب إلى موسى بن نصير، أحد أشهر قادة الفتح الإسلامي في المغرب. وعندما تذهبون إلى قمة هذا الجبل وتلاحظون هذه البناية الصغيرة التي هي عبارة عن متعبد مبارك، متعبد مبارك. هذا المتعبد المبارك وفي الحقيقة مما تؤكده الروايات الشفوية والمعاينات الميدانية والعمارة التي كانت مشهورة في المغرب في القرن الأول والثاني الهجري، كلها مؤشرات تدل على أنه من بناء موسى بن نصير، من بناء موسى بن نصير، يعني أنه بناية قديمة جدا ترجع إلى فترة الفتح الإسلامي الأول في المغرب. هذه البناية الآن، وأنتم تذهبون إلى جبل موسى كما قلت لكم كثيرا وتترددون عليها، تلاحظون أنها تشبه مجموعة من البنايات الأخرى التي بنيت على قمم الجبال. ومثلا في نجد ما يشبهها في ابن حسان، قبيلة ابن حسان. عندما تذهبون إلى ابن حسان، قبل أن تصلوا إلى ابن حسان كان هناك واحد المتشر على جهة اليمين اسمه ابن عمران، ابن عمران ده متشر تابع لابن حسان. هناك في منطقة مرتفعة في هذا المتشر مسجد أيضا قديم يسميه الناس في ديك المنطقة ديك بالجامع البيضاء، المسجد الأبيض أو الجامع البيضاء. هذا الجامع أيضا هناك روايات تاريخية تؤكد أنه من بناء موسى بن نصير.
بناء موسى بن نصير يشبه هذا المتعبد المبارك الموجود في بليونش، يشبهه في كونه بني على قمة مرتفعة، ويشبهه أيضا في أن الطريقة التي بني عليها هي نفس العمارة ونفس الطراز. الفرق الذي يوجد بينهما أن هذا المسجد الأبيض أو الجامع البيضاء اللي كان في بني عمران قد أصلح يعني تم إصلاحها وصيانتها لك تمشي كجبرة يعني عبارة عن مسجد صغير بني يعني أو تم إصلاحه مرارا وتكرارا، بينما هذا المتعبد المبارك الذي يوجد في قمة جبل موسى تعرض للإهمال للأسف، ولما كيدخل الناس كي طيبوا في طبون الطاجين كي الحجر ديالو كي كينبشوهم تما، مؤخرا تعرض لعملية بحث عن الكنوز وتم تخريب مجموعة من معالمه الكبرى. تلاحظون أن سقفه قسم منه تداعى، قسم كبير منه تداعى، بقيت فقط الجدران هي التي يعني واقفة وتحتاج مع ذلك تحتاج إلى صيانة. يعني توثيق هذه الأمور والدعوة إلى صيانتها وتصميمها كل هذا مما يشارك فيه المشاة، وينبغي أيضا أن يساهم في التعريف به وبأهمية هذا الأثر. المقري في كتابه أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ويتحدث عن بليونش يشير إلى هذا المتعبد المبارك فيقول بقمة جبل موسى متعبد مبارك، كان يأتي إليه الصوفية والذين يعني لأنه لن تعلمون بأن هذه البنايات كانت لها أغراض عسكرية أيضا لأنها تقع على منطقة مشرفة على جبل موسى على منطقة مشرفة على الساحل، يعني من خلالها نرى جبال الريف ونرى حتى جهة أصيلة والعرائش، ونرى أمامنا جهة جبل طار وخزيرة الجزيرة الخضراء إلى غير ذلك، فهو مكان استراتيجي جدا. فكان هناك مجموعة من العباد والزهاد الذين يصعدون إلى هذه المناطق ويعتكفون فيها، يحققون من جانب الحماية العسكرية من خلال المراقبة المستمرة للثغور، وفي الوقت نفسه تعد مكانا للخلوة والتعبد والتأمل في الملكوت. مجموعة من آثار بليونش تمتد إلى حقب تاريخية معينة. طبعا عندما تزورون بليونش الآن، بليونش الآن ليست هي بليونش القديمة، وإنما تعرضت لكثير من التغيير، وخصوصا عندما هجمت البنايات الحديثة واكتسحت القرية الجميلة، فأصبحت القرية مبنية بالطراز الحديث، فخلف توارت واختفت تلك المآثر العظيمة خلف هذه البنايات. طبعا عندما الدليل على أن بليونش القديمة ليست هي بليونش الآن ما نقرأه عنها من صفات، ما نقرأه من صفات وما نسمعه عنها من أخبار، وهذه الأخبار كلها تنطوي على إعجاب شديد بالقرية. عندما تقرأ يعني هذه كلمة يتفق عليها كل من زار بليونش قديما، هناك نصوص كثيرة عشرات النصوص التي وقفنا عليها والتي تدل على إعجاب كبير بهذه القرية الملوكية. وأنت تتساءل ما الذي يعجبه في هذه القرية زيادة على منظرها، هل كان فيها شيء مميز؟ طبعا كان فيها شيء مميز. أين هو؟ هو الذي توارى خلف هذه الأبنية، بعضه بقي يعني بعض هذه الآثار سوي بالأرض بتاتا ولم يبقى إلا أخبار عنه، وبعضها بقي ماثلا جدار منه أو قسم منه أو شيء من هذا القبيل أو قاعدته كما وقع في برج سويحلة. المشي في تاريخ بليونش مبني على المشي الميداني، هذه حقيقة يمكن أن نقررها بعد يعني لأن الذي أفادني كثيرا في وأنا أجمع المادة التاريخية عن بليونش هو الزيارات الميدانية الكثيرة، وقد صاحبني أستاذ سينوفال وزهير كذلك مرات ونحن نزور هذه القرية الرائعة. المعاينات الميدانية هي التي تعطيك تصورا واضحا عن المعلومات التاريخية. فمثلا عندما نسمع بأن قرية بليونش كانت فيها مجموعة من بيوت الراحة، وكان فيها مجموعة من المساجد، وكان فيها مجموعة من الحمامات،
وهذا هذه المرافق كلها كانت في الجهة في القسم الأعلى من بليونش، لأن بليونش كما تعلمون هناك المنطقة التي توجد الآن فيها أو يوجد الآن فيها المسجد العتيق والمسمى بحومة الغروس وامتداداتها، وهناك الحومة الثانية لجهة الجون، ثم الساحل الرملي. المنطقة السفلية التي يوجد فيها مسجد الجون والذي يوجد فيها الشارع الطويل الذي يخترق بليونش، هذه كانت قليلة العمران، البنايات فيها كانت قليلة، البنايات الكثيرة توزعت فوق في القرية، توزعت في القرية على امتدادها. أذكر أنني مرة ذهبت مع السي زهير ومجموع سينوفال وغيرهم من أجل رسم خريطة ذهنية كما يقال عن الامتداد الجغرافي والامتداد العمراني الذي كان في هذه القرية. أنت عندما تقرأ هذه المعلومات في الكتب ولم يكن لك علم بالقرية ولا بامتدادها، تستغرب في الحقيقة كيف يمكن أن تجتمع هذه المرافق في هذا المكان الضيق. لكن من خلال المعاينات الميدانية ومن خلال المشي في القرية تلاحظ بأن طرفا هذه القرية، إذا انطلقنا تقريبا من ساحل الزيتون إلى جهة الجو، هذا الامتداد الواسع لهذه القرية يمكن أن يضم مجموعة من المرافق. فإذا عندما تحدد هذا المجال الممتد يمكن أن تضع هذه المرافق كل واحد في موضعها. وبالفعل فقد تمت الاستعانة بخبرة السي زهير أيضا في مجال التصوير ومجال المشي الميداني أيضا، فوضعنا تصميما يضم أهم المرافق التي تم العثور عليها في هذه القرية. يمكن أن أضيف أمرا آخر، وهو أن الذي يسير في هذه القرية كما قلت لكم سيكتشف أمورا يمكن أن تضاف إلى المعلومات التاريخية التي قدمها الرحالة المتقدمون. والرحالة المتقدمون هم أسلافنا فيها، يعني الذي يمشي الآن هو في الحقيقة يسير على خطى سلفه. أنت تسير، يعني تخيل أنك عندما الآن تصعد جبل موسى فأنت تسير على خطى ابن حوقل وعلى خطى ابن بطوطة وعلى خطى محمد بن يوسف الوراق وغيرهم الذين أسهموا وقدموا يعني إسهاما كبيرا ومن خلال الإفادات التاريخية. تخيلوا لو لم يكتب أولئك الرحالة وأولئك المشاة الأوائل، لو لم يكتبوا شيئا ولو لم يكتبوا إفادة عن هذه المدن، كيف سنعرف ذلك؟ بالتأكيد لا يمكن أن نعرف شيئا عن هذه القرى وعن هذا التاريخ العظيم. لكن عندما كتبوا قدموا لنا وثائق مهمة. محمد بن يوسف الوراق أقدم إفادة يقدمها لنا عن قرية بليونش شمال إفريقيا، مر يعني تونس والجزائر والمغرب، ووصف المغرب وصفا دقيقا. ثم بعد ذلك ارتحل إلى بلاد الأندلس وقصد بلاطة الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصر الذي كان في تلك الفترة يحكم مدينة سبتة، فطلب منه أن يؤلف له كتابا في المسالك والممالك يعرفه بالطرق، الطرق التي يسير فيها الناس من خلال ويقطعونها، المراحل التي يقطعونها بين المدن، ويعرفه بالمدن التي يزورها. كتب لنا إفادة في نصف صفحة تقريبا تعد من أغنى الإفادات عن بليونش. محمد بن يوسف الوراق كان دقيقا في اختيار المعلومات التي، يعني لم يكن يكتب كما نقول إنشاء تعبيريا، وإنما كان دقيقا في عباراته واختياراته، فكان يحدثنا عن معلومات قيمة جدا تتعلق بهذه القرية. من هنا كما قلنا سابقا نجدد التأكيد على أن الذين يسيرون، أنتم تنتمون أو غالبكم ينتمي إلى جمعية المشي، هواة المشي، هذا المشي ينبغي أن يكون مشيا مرتبطا، ينبغي أن يكون سعيا مرتبطا بالوعي. هذا السعي ينبغي أن يرتبط بالوعي وأن ندون وأن نسجل المعلومات، لأنه في نهاية المطاف لا شك أن هناك إضافة نوعية سنقدمها في هذه المعلومات التي نسجلها ونحن نزور ونعاين المعاينات الميدانية.
ولا أقول بأنني قد قلت كل شيء عن باليونش في هذا الكتاب الذي طبع مؤخرا، لا شك أن هناك معلومات كثيرة تنقصه. فلذلك يعني هذه المعاينات الميدانية الآن التي يمكن أن نسير فيها بخطى من قبلنا، يمكن لنا أن نسجل فيها معطيات تسهم كثيرا في تجلية مجموعة من المعلومات التاريخية المتعلقة ببليونش. هناك الغار القديم، أو عفوا الغار الكحل، الغار الكحل هذا وهو أقدم منطقة وجد فيها استيطان في هذه المنطقة كلها، منطقة قصر الصغير، منطقة واد المرسى، عفوا منطقة بليونش. الغار الكحل هو أقدم منطقة وجد فيها استيطان في هذه المنطقة كلها. زيارة الغار الكحال ومعرفة موقعه من هذه الخريطة كلها، ومعرفة مدى امتداده، وزيارة هذه الأماكن كلها كما قلت لكم تعيننا على رسم خريطة ذهنية. هذه الخريطة الذهنية تجعلنا نفهم كثيرا من العبارات التاريخية التي قدمها المؤرخون عن هذه المناطق، تجعلنا نفهم كثيرا من المعلومات التاريخية، تجعلنا أيضا نفهم كثيرا من الأحداث التاريخية التي ارتبطت بهذه المنطقة. وأختم بمسألة، وهي أنه ما دام قد اخترنا أن ننتمي إلى هذه الجمعية، أو غالبنا اختار أن ينتمي إلى هذه الجمعية وهي جمعية هواة المشي، لا بد لنا من التزود بالمعلومات التاريخية قبل أن نقصد مرحلة من المراحل. لا بد لنا أن نعرف أهم المعلومات التي كتبت عن هذه المنطقة. مما نجهله نحن ويجهله كثير منا أن المغرب، يعني لا نبالغ إذا قلنا بأن حواضره كلها وبواديه كلها لها تاريخ عريق، ولكن للأسف المعلومات فيه قليلة وشحيحة، ينبغي البحث عنها. لا تقل هذه المنطقة مجهولة وهذه المنطقة لا يعرف أحد، كل مناطق المغرب لها تاريخ ولها حوادث عظام مروا فيها ولها تاريخ حافل ومجيد، لكن يحتاج إلى التنقيب عنه. أنتم فقط إذا رجعتم إلى الكتاب الذي أعده العلامة تودي بن سودة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى، هذا كتاب كلكم أو ينبغي عليكم أن تشتروا هذا الكتاب وأن يكون في المكتبة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى. هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب يشتمل على عناوين الكتب التاريخية التي ألفت في تاريخ المغرب فقط على امتداد التاريخ، عناوين الكتب التاريخية فقط، فيه عناوين يذكر لك الكتاب ويذكر لك اسم المؤلف ويذكر لك هل الكتاب مطبوع أو مخطوط أم كذا. المهم هو أنت تطلع على هذا الكتاب أنك تقف مندهشا حقيقة أمام هذه الكثرة الكاثرة من الكتب التاريخية التي تعرف بتواريخ المغرب، تاريخ المدن. هناك التاريخ العام للمغرب طبعا كما نجده في الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى، هذا تاريخ عام يحدثنا عن المغرب بشكل عام، لكن التاريخ الخاص بكل مدينة، التاريخ الخاص بكل مدينة، تاريخ الدار البيضاء، تاريخ الرباط، تاريخ آسفي، تاريخ الصويرة، تاريخ مكناس، تاريخ فاس، تاريخ طنجة، تاريخ سبتة، تاريخ تطوان، كل مدينة لها تاريخ، لها كتب، لا أقول كتاب واحد وإنما مجموعة من الكتب المؤلفة في تاريخ هذه المدينة. هذه المجموعة من الكتب بعضها مفقود، بعضها مخطوط، بعضها مطبوع، بعضها يوجد مختصرات له. الذي يهم من كل هذا هو أن نستحضر وأن نعي بأن كل منطقة نسير فيها لا بد أن لها تاريخا حافلا. ينبغي ونحن قبل أن نقصد المسير إلى هذه المنطقة أن نعرف هذا التاريخ أو أهم المعالم التاريخية الموجودة في هذه المنطقة، حتى تكون أو حتى يكون مشينا إلى هذه المنطقة فيه إضافة نوعية، نقدم إضافة نوعية، تكون عندنا معلومات معينة تاريخية نسقطها على المجال الجغرافي الذي نسير فيه. في هذا الإسقاط نتعرف على صحة هذه المعلومات ونتأكد منها، كما يمكن أن نصحح بعض هذه المعلومات، لأنكم كما تعلمون أحيانا المؤرخ لا يزور منطقة معينة وإنما يكتفي بما يسمعه من مشاهدات الناس، فينقل لنا فقط مشاهدات الناس. يمكن لنا أن نقدم كما قلت لكم مجموعة من الفوائد متعلقة بالمعلومات التاريخية وبتصحيحها وبمعاينتها ميدانيا. لذلك أكثر زاد يحتاجه الماشي هو أن يكون عنده الزاد التاريخي،
الذي يجعل مشيه مؤسسا على ثقافة واعية. وبهذا أختم وأدع المجال للمسير سي أنس من أجل أن ينظر هل هناك تفاعل وأسئلة في هذا المجال. سي أنس تفضل. إذن شكرا أستاذ عدنان على هذه المعلومات القيمة حول منطقة بليون شوية، حقيقة منطقة زاخرة بالبصمات التاريخية على مدى الحقب التي يعني تعاقبت عليها. أشير فقط إلى الحضور الكريم أننا نستقبل أسئلتكم على الضيف عبر التعليق على هذا المباشر. وأبدأ معك بعض الأسئلة، يعني هل ممكن أن تحدثنا عن الحقب؟ يعني عرفت المنطقة يعني مجموعة من الحقب التاريخية التي مرت عليها، ما هي أهم يعني الحضارات التي احتلت هذه المنطقة؟ نعم، بالنسبة لمليونش الحقيقة لها تاريخ طويل. من خلال نظري في المادة وأنا أجمع المادة قسمتها إلى أربع حقب كبيرة أو أربع مراحل تاريخية كبيرة. المرحلة الأولى قبل الإسلام، وهي المرحلة التي كان فيها الوجود الفينيقي والوجود الروماني في منطقة سبتة وبليونش. هذه تنتهي بانتهاء أو بدخول الإسلام، وبقيت آثارها قليلة في الحقيقة، يعني أدركها الرحالة والمشاة الأوائل أدركوها. فهذه المرحلة الأولى. تليها بعد ذلك المرحلة التي امتدت تقريبا 8 قرون، وهي أطول مرحلة في بليونش وأزهى مرحلة في بليونش، وهي التي تمتد من الفتح الإسلامي حتى سقوط سبتة في بداية القرن التاسع الهجري. لماذا هذه هي أزهى فترات بليونش؟ لأنه تعاقب على هذه المنطقة مجموعة من الدول الإسلامية المتعاقبة كما نعرفه جميعا في تاريخ المغرب، حيث كانت المرحلة الأولى مرحلة الفاتحين الأوائل، مرحلة موسى بن نصير وقبله عقبة بن نافع، وقد دخل إلى بليونش في هذه المرحلة مجموعة من التابعين ومجموعة من الصلحاء الذين كانوا في جيش الفتح الإسلامي. ثم بعد ذلك مرحلة بني عصام، أو قبل ذلك مرحلة الأدارسة، ثم مرحلة أسرة بني عصام التي حكمت سبتة وبليونش، مرحلة بني حمود والبرغواطيين، ثم مرحلة المرابطين، ومرحلة الموحدين، ومرحلة العزفيين، ثم مرحلة المرينيين. تخيلوا أن هذا الامتداد التاريخي كان امتدادا يعني يبني فيه السابق على اللاحق، أو اللاحق عفوا اللاحق على السابق، بحيث كانت كل فترة يعني كل تحول سياسي بحكم موقع مدينة سبتة، موقعها الجغرافي وموقعها وقيمة وأهميتها التجارية والعسكرية، كانت التحصينات والإمدادات والحضارة في سبتة تتم عن يعني تسير في طريق تصاعدي، يعني حتى كانت يعني يمكن القول بأن القرن الثامن الهجري أو القرن الذي كان المارينيون فيه حكاما على سبتة عرف أزهى فترات مدينة بليونش أو عفوا قرية بليونش، حيث أصبحت قرية ملوكية. هذا التعبير يعني نجده قليلا في قرى المغرب، لأنه لم يكن هناك قرية ملوكية في المغرب سوى قرية بليونش. معنى كونها قرية ملوكية كانت تشتمل على مجموعة من المرافق الكبيرة، هناك مجموعة من المنيات، المنيات جمع منية وهو تعبير أندلسي قديم، يمكن أن نقول الآن يشبه التعبير ديال الفيلا، أن تسمية الفيلا المنية قديمة، يعني عبارة عن بناء فخم يكون في الغالب مزودا بحديقة فيها مجموعة من الأشجار ومن الثمار. اشتهرت بليونش بهذه المنيات وبقصور، كان هناك القصر الماريني، كان هناك منية أبي العباس الحسيني. هذه المنيات هي التي ستكون في القرن الثامن ستلعب يعني لا نقول يعني سيكون لها أثر كبير في استقبال مجموعة من الشخصيات السياسية ومجموعة من الشخصيات العلمية. لسان الدين ابن الخطيب أشهر وزير في الأندلس كان يتردد على قرية بليونش ويقول فيها شعرا، منها قوله مثلا: بليونش أزهى الأماكن رفعة وأجل أرض الله طرا شانا.
قالوا القرود بها، فقلت فضيلة، يعني هو يشير القرود الموجودة في جبل موسى، قالوا القرود بها، فقلت فضيلة حيوانها قد شابه الإنسان. فهناك مجموعة من المرافق الكبيرة كما قلت لكم. ثم المرحلة الثالثة وهي التي تلي هذه المرحلة، وهي سقوط مدينة سبتة إلى حدود توقيع اتفاقية تطوان سنة 1860 ميلادية. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة التي تمتد إلى عصرنا الحالي. فهذه هي المراحل الأربعة الكبرى، يعني أفضلها وأولاها يعني أحقها بالإعجاب هو المرحلة التي امتدت هذه القرون الثمانية، والتي كما قلت لكم كان فيها مسار الحضارة يبني فيه اللاحق على السابق. نعم، وأستاذ عدنان، وفعل هذا التعاقب، يعني كل حضارة يعني خلفت وراءها إرث معماري ومنشآت ومباني في ذات المنطقة. هل ممكن أن تذكر لنا أهم المعالم التي تواجدت في على مر هذه العصور، يعني أهمها فقط؟ شكرا أنس. طبعا كانت هناك مجموعة من المباني يمكن تقسيمها إلى قسمين، يعني مباني عسكرية ومباني مدنية. بالنسبة للمباني العسكرية، يعني أشهر آثار لذلك هو الأبراج التي اشتهرت بها قرية بليونش. كان هناك مجموعة من الأبراج، يعني عندما تخرج من مدينة سبتة في اتجاه بليونش هناك أربعة أبراج أو خمسة أبراج كانت ممتدة على الشاطئ من جهة سبتة إلى جهة القصارين الآن، تقريبا القصارين يعني قبل جزيرة ثورة، لكي حيث الآن جزيرة ليلى. قبل جزيرة ثورة كان هناك مجموعة من الأبراج الضخمة، هذه الأبراج الضخمة كانت ترى من الجزيرة الخضراء، يعني من خزيرت عندما يكون الجو صحوا عفوا يمكن للناظر أن يرى هذه الأبراج. كان أكبر هذه الأبراج وأضخمها هو برج السويحلة. برج السويحلة هو اللي كاين الآن في كاين ديك الملعب الذي بني حديثا في بليونيش. هناك ملعب بني في كاين محطة التاكسيات. هناك برج الآن لم تبقى إلا سوى قاعدته. هذه القاعدة الضخمة كانت لبرج يمتد تقريبا 20 مترا في الهواء. كان هذا البرج هو أشهر أبراج بليونيش، و يعني كان مضرب المثل في البناء وفي المعمار. كان هناك هذه مباني عسكرية. بالنسبة للمنشآت المدنية، كان هناك مجموعة من الحمامات، كان هناك حمامات عامة وحمامات خاصة. حمامات عامة للعموم، يعني وكانت مزودة بمجموعة من المرافق، يعني الحمام فيه عدة غرف وفيه مكان لتسخين الماء وفيه يعني طريقة لتصريف المياه، ويعني بطرق هندسية عجيبة. وهناك حمامات خاصة ملحقة بمنازل الشخصيات وبالمنيات. هناك أيضا القصور، كان هناك قصر ماريني قرب برج السويحلة لم تبقى سوى أطلاله. كان هناك أيضا المنية الأندلسية، وهذه المنية تعد يعني يمكن القول بأن بليونش هي الموضع الوحيد في المغرب الذي يشتمل على طراز المنية الأندلسية. هذه المنية الأندلسية التي بنيت في زمن عبد الرحمن الناصر وتقع الآن قرب برج السويحلة. عندنا أيضا في الجانب في حومة الغروس هناك مجموعة من المنازل. هناك المسجد الجامع الذي بقي الآن فقط محرابه، مسجد قديم جدا ما يزيد على 10 قرون تقريبا. إذن هذه مجموعة من المنشآت المدنية التي توفرت عليها قرية بليونش. نعم، ممكن أستاذ عدنان لو تصف لنا يعني هناك معلومات تقال ان سبتة المحتله يعني تتغذى من ماء بليونش، هذه المعلومه ما يعني؟ طبعا هذه حقيقه تاريخيه وواقعيه كما يقال، يعني سبتة لا يمكن ان تستغني عن بليونش ابدا، لا في القديم ولا في الحديث. يعني الى الان لا زال اهل سبتة يشربون من ماء بليونش. هناك يعني أنابيب ضخمة تمتد من بليونش إلى سبتة تمدها بالماء. قديما كانت هناك مشاريع، يعني نذكر هنا أن في زمان الموحدين في فترة عبد المؤمن عفوا في السلطان يعقوب بن عبد المؤمن بن علي، كان هناك تفكير جاد في كيفية مد أنابيب ضخمة من بليونش إلى مدينة سبتة.
لأن سبتة بحكم موقعها على البحر وبحكم قلة الماء الموجود فيها كانت تعتمد اعتمادا كليا على الماء في بليونش، كما كانت تعتمد أيضا على قضية ما كان فيها من الفواكه. هناك كتاب اسمه اختصار الأخبار عما كان في ثغر سبتة من سني الآثار، هذا الكتاب إذا رجعتم إليه ستجدون في آخر الكتاب وهو يتحدث عن قرية بليونش هناك قائمة بأنواع الفواكه الصيفية والخريفية التي كانت في بليونش والتي كانت تزود منها، كانت يعني تزود بها مدينة سبتة وكانت تصدر أيضا من خارج سبتة إلى غيرها من المدن. ما شاء الله. إذا الآن توصلنا ببعض الأسئلة من المتابعين، يمكن تمريرها تباعا. لدينا سؤال من زهير وهو نوجه له التحية، رئيس الجمعية. إذا يقول في السؤال: حبذا لو تمنحنا المعلومات الوافية عن المتعبد المبارك مسجد القمة. المتعبد المبارك كما قلت سابقا والذي يوجد في قمة جبل موسى يعني هو تاج على هذا الجبل. هذا المتعبد المبارك تشير الروايات التاريخية إلى أنه بني زمن موسى بن نصير. عندما نقول بأنه بني زمن موسى بن نصير يعني بني قبل تقريبا 13 قرنا، و13 قرنا ليس تاريخا هينا وليس تاريخا سهلا، وهو يعني هذا يعني يعيد ارتباطك مباشرة بمرحلة الفتح الإسلامي الأول. أنت عندما تدخل إليه يعني تخيل هذا الشعور الذي ينقلك إليه الزمن، يعني مباشرة عندما تدخل إلى هذا المتعبد المبارك فأنت تضع رجلك في مكان دخل إليه من كان قبلك قبل 13 قرنا من التابعين الذين أدركوا الصحابة ومن الصالحين ومن يعني هذا شعور يعني لا شك أنه شعور عظيم. هذا المتعبد المبارك كما قلت لكم بني بطريقة معمارية تشابه المساجد التي بنيت في المغرب قديما، عندك رباط شاكر، عندك مسجد ترغى، عندك الجامع البيضاء التي توجد في بن حسان بن عمران متجر تابع لبن حسان، عندك هذا المتعبد المبارك كلها تجد فيها خصائص معمارية متشابهة، مما يجعلنا أو يغلب على الظن بأن هذا المتعبد المبارك بني في الفترة المبكرة من تاريخ المغرب. نعم. إذا سؤال آخر أيضا من الأستاذ نوفل بوهوت، وتحية له أيضا. إذا يقول في السؤال: هل يمكنك أن تنورنا فيما يتعلق بالحضور الأندلسي بالمنطقة؟ تحية سي نوفال وأهلا وسهلا ومرحبا. سي نوفال أيضا مشارك في كتاب بليونش من خلال الزيارات المتكررة ومن خلال أيضا عدسته التي كان يصور بها مجموعة من المشاهد في بليونش. طبعا بليونش بنت سبتة، وسبتة هي الأندلس الصغيرة، سبتة هي الأندلس الصغيرة. هذا التعبير ليس من عندي وإنما تعبير قاله أحد الأندلسيين الذين زاروا مدينة سبتة في القرن الثامن الهجري، وهو عبد الله الصباح. عبد الله الصباح هذا أيضا كان من المشاة، يعني من يعني مما أو من الأشياء التي تربط تاريخ بليونش بالجمعية هو أن أهم المعلومات التي عندنا عن بليونش أفادنا بها مجموعة من المشاة ومن الرحالة السابقين. عبد الله الصباح هذا عندما زار بليونش في سنة 750 هجرية تقريبا قال بأن سبتة هي الأندلس الصغيرة، يقصد في عوائدها في عوائد أهلها في لباسهم في عاداتهم. هو يذكر مثلا أنه كان في بليونش قال عندما تصلي الجمعة في بليونش يأتون بالطعام إلى المسجد ويتغدى من كان في المسجد، يقول وهذه العادة عندنا في الأندلس. مجموعة من الأسر الأندلسية التي عاشت في سبتة وفي بليونش، مثلا هنا الآن عندنا أسرة في غمارة تسمى أسرة الماوي. أسرة الماوي هذه الأسرة هي من سلالة بني أمية الأندلسيين الذين حكموا سبتة. نحن نعرف بأن في القرن الرابع الهجري تقريبا معظم هذا القرن كانت سبتة تابعة لنفوذ عبد الرحمن الناصر الأموي وابنه الحكم المستنصر ثم المنصور بن أبي عامر. وهذا السور الذي يوجد في أعلى سبتة، هناك سور كبير يوجد في أعلى سبتة والآن منطقة عسكرية، هذا السور الكبير هو من بناء المنصور بن أبي عامر، يعني من بنايات القرن أواخر القرن الرابع الهجري.
عبد الرحمن الناصر، كان هناك مجموعة من عائلته تعيش في سبتة. هذه العائلة إلى الآن لا زال بعض أفرادها يعيش في غمارة ويعرفون بأسرة الماوي. مجموعة من العوائل، مجموعة من العوائد كما قلت لكم، حتى يعني باختصار كما كان يقول عبد الله الصلاح: وجدت الآن سبتة وباليونش، وجدتها الأندلس الصغيرة. نعم. إذن سؤال آخر من أبو أواب: تحية لأستاذنا الكريم، هل لا تحدثنا على قضية تزويد سبتة بالماء انطلاقا من بليونش؟ متى بدأت وما قصتها؟ يبدو أن يعني أجبت على هذا السؤال. ولكن ليس عليك من أبدا. ناحية التوقيت، هو ذكر متى بدأت يعني. هي بدأت يعني لم ت... يعني منذ كانت سبتة، وهي تعتمد في الماء على بليونش. كان الماء ينقل من بليونش إلى سبتة. وطبعا عند احتلال سبتة كان هناك تفكير جاد في احتلال بليونش، ولكن نظرا لأن يعني هذا التفكير الجاد في احتلال بليونش هو لأن السبب الرئيسي لأن سبتة لا يمكن أن تستغني عن ماء بليونش. فطبعا لا يمكن احتلال بليونش لأسباب ترجع إلى طبيعة المنطقة وصعوبة احتلالها، فتراجعوا عن هذا القرار. لكن عندما وقعت اتفاقية تطوان، كان ضمن الاتفاقيات هو تزويد سبتة بالماء الصالح للشرب. وفعلا كانت هناك شركات إسبانية عقدت هناك مجموعة من الاتفاقات مع ساكنة بليونش، وأشهرها الاتفاقية التي وقعت مع الحاج مصمودي، والذي أحد أعضاء أحد أحفاده، وهو ربما حاضر معنا، نعم. الدكتور الطبيب سي محمد. فهو أيضا لو كان حاضرا معنا فعنده أيضا إفادات أكثر، لأنه ابن المنطقة والأمر أيضا مختص به وبعائلته. ويمر وربما أنابيب الماء التي تذهب إلى سبتة تمر من أرض من المنطقة التي يسكن فيها نعم. هناك. ما شاء الله. إذا سؤال آخر من أستاذ زهير: هل سبتة وبليونش هما أرض واحدة، وما هي امتداداتهما التاريخية؟ يعني الارتباط بين سبتة نعم، وبليونش. أنا حرصت على إظهار هذا الارتباط في العنوان. أنا رغم أن الكتاب يتحدث عن بليونش، إلا أنني ذكرت في العنوان سبتة وبليونش دراسة في التاريخ والحضارة، لأنه في الحقيقة لا يمكن فصل بليونش عن سبتة. بليونش هي الجناح الغربي لمدينة سبتة، بليونش هي متنزه أهل سبتة، بليونش هي يعني من أصلا ساكنة بليونش هم أهل سبتة. نعم. الذين أسهموا في تطوير بليونش هم أهل الغنى وأهل اليسار والوزراء والأعيان الذين كانوا يسكنون في سبتة. يعني على امتداد التاريخ، كل من كان من أهل اليسار ومن أهل الغنى ومن أهل الجاه في سبتة كانت عنده قرية في بليونش. حتى العلماء الذين كانوا في سبتة كلهم كانت عندهم قرى في يعني مساكن وجنات في بليونش. القاضي عياض والأمراء الذين كانوا في سبتة كابن خلاص و أبو العباس اليانشتي والعزفيين كلهم كانت عندهم إقامات فخمة في بليونش. فلذلك لا يمكن الفصل بينهما، فهما تاريخيا وجغرافيا وواقعا كل هذا نعم، يعني يشهد شهادة عدل كما يقال بأنهما منطقة واحدة. ما شاء الله. إذن سؤال آخر: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. هل قرية الرمان عندها إرث تاريخي داخل إقليم فحص أنجرة أم لا؟ قرية الرمان هي يعني قرية ولو بعيدة نوعا ما عن بليونش، لكن ما هل لها تاريخ مرتبط ببليونش؟ طبعا ليس لها تاريخ مباشر مرتبط ببليونش، ولكن كما قلت سابقا كله هكذا بهذا الإطلاق، كل مدن المغرب وتاريخ وقراه لها تاريخ، علمه من علمه وجهله من جهله. وكما قلت سابقا بأن المشي في تاريخ المغرب، المشي الفكري في تاريخ المغرب، يضاهي أو أكثر صعوبة من المشي الميداني. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى تنقيب عن هذه المعلومات والتنقير عنها، وتأخذ منك وقتا طويلا. أنا قرية بليونش قبل أن أكتب عنها قرأت عنها ورقات معدودة وصفحات معدودة، لكن عندما طال البحث وطال التنقيب انتهى الكتاب الذي ألفته عنها في 266 صفحة. ما شاء الله. قرية الرمان لا شك
أن لها تاريخا كبيرا. ويعني نبدأ بأقرب نقطة، يعني دائما نبدأ بأقدم أثر في المنطقة. أقدم أثر في المنطقة يمكن أن نعرفه من خلال المشاهدات الميدانية، من خلال عمليات الحفر الأركيولوجي، من خلال المشاهدات، من خلال سماع الناس الكبار في القرية يتحدثون. فمثلا يعني قرية الرمان التي دفن فيها الشيخ أحمد بن عجيبة رحمه الله، والتي توفي فيها عام 1224 هجرية، يعني الآن تقريبا مرت 100 سنة على هذا الحدث. طبعا عندما جاء ليسكن فيها الشيخ أحمد بن عجيبة كانت مأهولة قبل ذلك، وفيها مجموعة من المسجد القديم في القرية. كل هذه يعني هنا نقطة البداية. ثم بعد ذلك تنتقل وتبحث في كتب، في الوثائق وفي كتب التراجم وفي التواريخ المغرب، قد تجد إشارة تذكر لك هذه القرية، فشيئا فشيئا حتى يجتمع لك المعلومات التي تعطيك في نهاية المطاف تصورا حول التاريخ القديم لهذه القرية. نعم. إذا سؤال آخر من أسامة الهدان، ما هي علاقة بليونش بالحضارة الأمازيغية والرومانية؟ طبعا علاقة قوية ووطيدة، لأن الأمازيغ هم سكان المغرب القدماء، وهم سكان بليونش أيضا، وكذلك الحضارة الرومانية كانت حاضرة في بليونش. ابن الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا، وهو من رحالة ومشاة القرن العاشر الهجري، يتحدث عن بليونش فيقول بأن بليونش في زمن موريتانيا، يعني في الفترة الرومانية، كانت تابعة لسبتة، وكانت سبتة أحسن مدينة في تلك الفترة. في نعم. تلك الفترة يعني بلغت مبلغا كبيرا من الحضارة ومن العمران. سكان الأمازيغ هم الذين كانوا يستوطنون بليونش قديما، وهم الذين كانوا يستوطنون الغار الكحل، وهم الذين كانوا يستوطنون وادي المرصى. وإلى الآن نجد هناك بعض لا أقول بعض الآثار، لأن آثار بليونش مرتبطة بأمر آخر. ما هو؟ وهو أن عملية الحفر والتنقيب التي أجريت على بليونش كانت قليلة في الحقيقة، يعني لم تشمل من القرية إلا جزءا، وهذا الجزء كان مخصصا للبحث فقط عن الآثار الإسلامية. يعني لو وسع دائرة البحث وكان الغرض من البحث هو الوقوف على الآثار الأمازيغية أو على الآثار الرومانية، لا شك أن هناك سيكون مجموعة من وستكون هناك مجموعة من الآثار التي يمكن اكتشافها. هناك في الغار الكحال مجموعة من الآثار التي كان يستعملها الإنسان الأمازيغي القديم في بليونش. هناك أدوات الصيد، هناك آلات الرحى، هناك قلائد، هناك آلات الزينة التي كانت تستعملها النساء الأمازيغيات. كل هذا وجد في الغار الكحال، يعني قبل الاستيطان الروماني، وقبل الاستيطان الفينيقي، وقبل الحضور الإسلامي في بليونش. كل هذا طبعا مرتبط التواجد الأمازيغي في المنطقة. نعم، في نفس سياق ذكركم للغار الكحل، سؤال عندي، يعني ما هو الدور الذي لعبه هذا الغار في عمليات المقاومة للاحتلال الإسباني يعني في عصرنا الآن، يعني في هذا وفي الحقيقة ليست هناك إشارات تاريخية متعلقة بهذا الموضوع بخصوصه، لأن غار الكحال يتحدثون عنه في كونه كان يعني نقطة البداية كما قلنا في الاستيطان في هذه المنطقة. وهذا المكان يعني أقدم تواجد في هذا المكان هو الغار الكحال. أما قضية مقاومة الاستعمار الإسباني، وهذه كانت مرتبطة بالمقاومة التي عرفها أو كانت مشهورة في بليونش، والتي كان يتزعمها أهل أنجرة، ومعهم يعني باقي المناطق، وباقي المناطق الجبلية كبني الدير وبني مصور وغيره. ولكن نظرا لأن أهل أنجرة كانوا يعرفون التضاريس الجغرافية لبليونش، ونظرا لأن بليونش تحتمي من جهة الجنوب بجبل موسى العظيم الذي لا يمكن اختراقه، كل هذا جعل يعني مقاومة الاستعمار ناجحة في بليونش. نعم. أحد الذين كانوا مع الحملات الإسبانية في حرب تطوان سنة 1850 تقريبا، إسباني نسيت اسمه، سجل مجموعة من المذكرات وكان حاضرا مع الجيش.
كان يخرج في المساء من سبتة ويتأمل في جبل موسى ويقول هذا هو الجبل المهيب الذي لا نستطيع اختراقه، ويقول هذا هو الجبل المهيب الذي تخرج منه جموع من البشر لا نعرف من أين تأتي. ويتحدثون طبعا عن قبيلة أنجرة وعن التي يمنحها هذا الجبل ويمنحها الاسم، يعني يمنحها قيمة ويمنحها يعني كان كما يعبره، أظن يعبر بقوله يثير الرعب عند الإسبان هذا الاسم. ما شاء الله. إذن سؤال آخر من زهير مجددا، ما هو الارتباط التاريخي لطنجة بسبتة وبليونش؟ يعني طنجة معروفة بتاريخها العريق يعني ومنطقة دولية، وهل لها ارتباط يعني بسبتة وبليونش؟ طبعا لها ارتباط بسبتة وبليونش سي زهير، وسي زهير ربما تفكرون في قيامي برحلة من طنجة إلى بليونش. هذه الرحلة قديما كان يقال بأن المسار من طنجة إلى بليونش يشتمل على مرحلتين. مفهوم المرحلة قديما يعني كان هو المسافة التي يقطعها الماشي إما على رجله وإما على الدواب من منطقة إلى منطقة. فعنده مثلا إذا أراد أن يذهب إلى بليونش عنده سيقطع المرحلة الأولى ويجلس ليرتاح، ثم يقطع المرحلة الثانية. هذه المراحل في الغالب تكون مقسومة بالتساوي، فإذا كانت مثلا بين طنجة وبليونش من جهة القصر الصغير في الغالب سيكون القصر الصغير تقريبا هو المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية. هل يمكن قطع هذه المرحلة في يوم بحيث مثلا يمشي يخرج في الصباح ويخرج ويرتاح ثم يكمل الطريق؟ كل هذا سيعرفنا كما قلنا سابقا على مجموعة من المعلومات التاريخية. طنجة طبعا كانت العلاقة بين طنجة وسبتة وبليونش علاقة وطيدة، مجموعة من كانت هناك يعني علاقات اجتماعية وعلاقات تجارية، وكانت أقرب مدينة كبيرة إلى سبتة هي مدينة طنجة. وكانت مجموعة من العلماء الذين كانوا في طنجة هم الذين كانوا يذهبون إلى سبتة ويشرفون على يعني تأطير العلماء هناك. نذكر هنا خطيب طنجة في فترة البرغواطيين، وهو القاضي الذي كان قاضيا في طنجة، واستدعوه إلى القضاء في مدينة سبتة، وهو القاضي عبد الملك بن مروان ابن سمجون اللواتي الطنجي. هذا كان عالما مشهورا وهو الذي أشرف على القضاء في مدينة سبتة. نعم، إذن الآن قربنا يعني ساعة من الزمن. صراحة المنطقة زاخرة ببصمات التاريخ على مدى الحقب التي تعاقبت عليها. الآن يعني أنتم أنجزتم هذه الدراسة، ولكن يعني هذا الكم من الموروث التاريخي لهذه المنطقة، يعني كيف تدعونا يعني أننا نجعله متمن بمثلا قيام مؤسسة تتمن هذا يعني الموروث للمنطقة؟ يعني كيف ترون الأمر؟ وفي الحقيقة يعني أول ما ينبغي التفكير فيه وهو الدعوة، دعوة أهل بليونش بالخصوص لأنهم أهل المنطقة، إلى إنشاء جمعيات. يعني إلى الآن لا توجد جمعية في بليونش تهتم بالآثار، لا توجد. يعني لو كان هناك مثلا جمعية في بليونش تهتم على الأقل بحماية ما بقي من الآثار، الآن آثار بليونش معرضة للتخريب، معرضة للضياع، معرضة للإهمال، يمكن أن تسقط في بين عشية وضحى. فلو كانت هناك فقط يعني الحفاظ على ما بقي من الآثار بحيث صيانتها والعشب الكثير الذي يوجد فيها قصه وتهذيبه والدعوة إليه ووضع لافتات تعريفية بكل أثر من هذه الآثار، كل هذا يسهم في حفاظ على هذا الموروث. كذلك يعني دور المشاة هنا أنهم ينبغي وهم يمشون بين الناس أن ينشروا الوعي بين الناس. يعني قد تجد الشخص ابن المنطقة ولا يعرف منطقته، لذلك عندما مثلا يكون الواحد مزودا بالتاريخ، هذا كما أقول لكم يعني ليس خاصا ببليونش وإنما بكل مناطق المغرب، عندما يكون مزودا بالتاريخ ويقف على منطقة ما ويعرف الناس بقيمته وفضله، هذا يكون أدعى إلى يعني تنبيه الناس وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على هذا الموروث الثقافي. نعم، إذن صراحة أستاذ يعني الموضوع جد شيق، يعني
وقد يطول فيه الحديث بطول جبل موسى أو أكثر. صحيح صحيح. يعني ما شاء الله يعني معلومات قيمة ويعني وتغني يعني الزائر للمنطقة. يعني أن تزور المنطقة بهذه المعلومات ليس أنك تزورها بدون، يعني قد ترى الأشياء ولا تعرف لا تاريخها. يعني هذا هو يعني لب وجوهر هذا اللقاء. ممكن أستاذ مثلا تختم لنا بكلمة يعني موجزة حول يعني الحفاظ على هذا الموروث بشكل عام، بها نختم إن شاء الله. أختم بكلمة وهي أن رسالة المشي إضافة إلى كونه يسير ويتعرف على هذه المناطق ينبغي أن يحمل هذا المشعل، هو مشعل المحافظة على هذا الموروث وعلى هذا التراث المغربي الزاخر الذي قد لا نجد له نظيرا في كثير من بلدان العالم الإسلامي. هناك مثلا بعض المناطق ليس لها تاريخ، بعض الدول ليس لها تاريخ، وإذا كان لها تاريخ قد يمتد إلى 100 سنة ومئتي سنة. أما بلاد المغرب والحمد لله فكلها أرض التاريخ، فينبغي أن تكون الرسالة التي يحملها الماشي ويسير في أرجاء المغرب والتعريف بهذه المناطق والتعريف بأهميتها والدعوة إلى الحفاظ عليها وتنبيه الناس إليها. وأختم بشكر جمعية هواة المشي على هذه الاستضافة اللطيفة وعلى هذا اللقاء الكريم، وسأنس شكرا لكم على تسيير هذه الجلسة، وشكرا للحضور الكرام، ورمضان مبارك للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. إذا كان هذا عرض يعني الأستاذ عدنان حول تاريخ منطقة بليونش والذي ضمنه في دراسة يعني أنجزت صدرت حديثا وهي بعنوان يعني سبتة وبليونش التاريخ والحضارة، دراسة في التاريخ والحضارة عفوا. إذا إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الأمسية يعني التاريخية، ونعتذر للمتتبعين الكرام على يعني تداركنا الوقت ولم نتمكن من يعني تمرير جل الأسئلة، ونضرب لكم موعد قادم إن شاء الله مع ضيف جديد ويعني موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.